وفق ما أعلن وزير الطيران النيبالي، لاقى 23 شخصا بينهم مواطن كويتي حتفهم جراء سقوط طائرة في النيبال. فرق الإغاثة عثرت على حطام الطائرة التي فقدت اليوم بمنطقة جبلية في إقليم مياغدي غرب البلاد، وفيما أشار الفريق الموجود في مكان السقوط إلى أن الجثث متناثرة ويستحيل التعرف على أي منها في الوقت الراهن. انتشرت الأجهزة الأمنية في موقع الحادث لتحاول الحصول على المزيد من المعلومات حول هوية المتوفين.